السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، بتكونوا دايما بخير. وكتب لكم اسعار الدولار والعملات ليوم الاربعاء 28/2/2024 من قناتي انا وحياتي، فضلا وليس امرا. اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. للاسف الشديد زي ما قلنا الصبح الدولار اتحرك تاني للارتفاع، نتمنى يكون ارتفاع مؤقت وينزل الدولار تاني زي ما كان يعني نازل سعره في الاسبوع اللي فات. فضلا وليس امرا اتمنى تشرفوني اخواتي باشتراك ولايك. اولا سعر الدولار في البنوك 30 جنيه 85 قرش، البيع 30 جنيه 90 قرش. سعر الدولار والعملات في السوق السوداء جنيه استرليني 64 جنيه 45 قرش، البيع 64 جنيه 95 قرش. دينار ليبي 10 جنيه 50 قرش، البيع 10 جنيه 70 قرش. دينار بحريني 134 جنيه 76 قرش، البيع 139 جنيه 76 قرش. ريال عماني 131 جنيه 94 قرش، البيع 136 جنيه 94 قرش. دينار أردني 71 جنيه 65 قرش، البيع 73 جنيه 15 قرش. دينار كويتي 165 جنيه 8 قروش، البيع 170 جنيه 8 قروش. ريال قطري 13 جنيه 95 قرش، البيع 14 جنيه 15 قرش. درهم إماراتي 13 جنيه 83 قرش، البيع 14 جنيه 3 قروش. ريال سعودي 13 جنيه 54 قرش، البيع 13 جنيه 74 قرش. اليورو 55 جنيه 12 قرش، البيع 55 جنيه 62 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء، سعر الدولار في السوق السوداء الشراء 50 جنيه 77 قرش، وسجل البيع 51 جنيه 4 قروش. بشكركم اخواتي دايما وجودكم في قناة الشرف كبير ليا. في الختام دايما اسأل الله لكم الخير كله عاجله وآجله، دمتم يا رب في امان الله ونعمته. السلام عليكم ورحمة الله.